اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف الصفحات الرسميه تناولت فوز الاهلي بالامس على بيراميدز ازاي، ونبتدي بحساب في الجول على تويتر وقالوا اول اهداف حسام حسن بقميص الاهلي بعد 20 مباراه في جميع المسابقات. الراجل لعب 20 مباراه او شارك في 20 مباراه، لان هو ما كانش يعني في اغلب المباريات دي او النسبه العظمى منها كان بديل يعني، فبياخد دقائق قليله، وقدر اخيرا في مباراه امبارح كان برضو نازل كبديل وقدر ان هو يجيب هدف. فنتمنى له يا رب التوفيق، ودي باذن الله تكون انطلاقه لحسام حسن مع الاهلي. خلينا كمان ناخد سبورت 360 وحسابهم على تويتر، ومحمد شريف يصل الى مباراته رقم 100 بقميص الاهلي في جميع البطولات. جاب كام جون بقى؟ 46 هدف و11 اسيست. فانا بشوف ان ده رقم كويس جدا، يعني مش رقم وحش. لو انت هتقارن ارقام دي ببره فلا رقم مقبول، بره قصدي الدوريات الثانيه في اوروبا يعني. أو في ارقام بتبقى اعلى من كده طبعا لو في 100 ماتش، يعني صلاح مثلا في 100 ماتش اعتقد كان جايب اهداف كتير جدا مع ليفربول، لكن مع وضع الاعتبار فوارق ما بين الدوريات الاوروبيه والدوري المصري، فانا بشوف عدد كويس جدا او عدد مساهمات كمان رائع، اكتر بنسبه 50% من الاهداف او اكتر بنسبه 50% من عدد المباريات اللي لعبها مساهم فيها في اهداف مميزه. فان شاء الله نتمنى له التوفيق دايما، وابتدى يرجع لمستواه مؤخرا محمد شريف. يلا كوره، وليد سليمان على بعد خطوتين من معادله رقم الحضري مع الاهلي. وليد سليمان لعب بماتش امبارح 307 ماتش مع الاهلي، على بعد ماتشين فقط من معادله عدد مشاركات عصام الحضري صاحب المركز السادس في قائمه اكثر لاعبي الاهلي مشاركه في المباريات منذ بدايه القرن. وليد لعيب من اللعيبه اللي يعني اللي سابت بصمه كبيره جدا مع الاهلي يعني. أليو ديانج وحسابه على تويتر وبيتكلم وبيعبر عن سعادته الكبيرة بفوز بمباراة امبارح. هل سعيد بعودتي بعد غياب 3 أسابيع للمشاركة في فوز الفريق؟ أحسنتم يا شباب. ولعيب مهم جدا ديانج، حتى لو ممكن الفترة الأخيرة برضو الفرقة كلها مش في المستوى المعروف عنهم، وده ناتج عن عوامل كثيرة جدا تتعلق بتلاحم المواسم وأجهادات وكلام من ده، وممكن يكون قلة التركيز برضو من عند اللعيبة غصب عنهم، لان بيبقى في تشتت بدني او في اجهاد بدني وتشتت ذهني في نفس الوقت. لما انت كل شويه بتلعب ماتش، كل شويه بتذاكر فرقه، وكل شويه محاضرات وكلام من ده، خلاص دماغك يعني هيبقى الموضوع صعب مش سهل يعني. لكن اللعيب ده مش محتاج نتكلم عنه يعني بصراحه ديانج. خلينا كمان نروح للوطن الرياضي، بيقولوا 3 لاعبين مهددون بالرحيل عن الاهلي في الموسم الجديد. تعالوا بقى نقول مين هم اللاعبين اللي هم كاتبينهم الوطن سبورتس وحسابهم على فيسبوك. قال لك ايه؟ اقترب ثلاثي الاهلي الاجنبي بيرسي تا ولويس ميكيسوني وبدر بانون من الرحيل خارج اسوار القلعه الحمراء. تمام، بصوا يا جماعه ده بدايه الخبر. حلو، تعال بقى في نص الخبر كده قال لك لكن الاهلي لا يفكر في الاستغناء عن بدر بانون حاليا وينتظر عقد جلسه مع اللاعب. طب منين ان 3 بيقتربوا منهم بدر بانون، ومنين الاهلي مش بيفكر اصلا في رحيل بدر بانون؟ ما هو بيبقى في حاجات منطقيه وحاجات غير منطقيه. بس يا جماعه يعني ممكن مثلا ايه، هو بيقول لك بيرسي تاو لعيب الاهلي دفع فيه فلوس كتير وجايبه ولعيب مهم، في فترات بيبقى مستواه مش الشكل المطلوب، لكن لعيب كويس جدا وكانت بدايته رائعه مع الاهلي. ميكيسوني ممكن الحديث عنه يكون منطقي من وجهه نظر، ممكن الحديث عنه يكون منطقي رغم ان مفيش اي قرار نهائي يعني، لكن الناس بتحاول تجتهد وتتنبأ باللي ممكن يحصل بخصوص بعض الراحلين عن النادي الاهلي. خلينا ننتظر ونشوف، لان احنا لسه في فتره حاسمه من بطوله الدوري. هنروح للفاصل بسرعه، بعد الفاصل نكمل. يلا بينا.